السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب العالمين. الليلة جاياكم بملاحنة عيمية اللي هو أول شيء عملت شنو؟ خطيت دا البصل المحمر جاهز يعني، خطيته بعدين أضفت له علبة بتاع الزبادي و يا زي 3 ملاعق كبيرة كده بتاعت دقوة اللي هي بين بوتر بوتر بين نوت بوتر اللي هي المسحونة شديد يعني اللي هي زبدة الفول السوداني بين بوتر بوتر. طيب أنا حسي خطيت له برضو توم مسحون. ده الشكل بعد ما خلطته بالخلاط تحت الكهرباء يعني تحت اليدين دي الهاند بلندا اللي هي احنا بنقولها زي ما قلت لكم فراكة بتاعت كهرباء. طيب ده الشكل النهائي، بقى ناعم شديد. وبعدين برضو خطيت له صلصة زي 3 ملاعق كبيرة صلصة. يلا بس بعد ده هسيح اخدت له الويكة، حطيت البهارات برضو الفلفل والكمون الأخضر شوية منه أو الشمار الأخضر والهبهان دول كلهم مسحونين طبعا، والقرفة شوية من الجنزبيل. طيب هنا أنا ضفت له الويكة بالتدريج وهسي بقلبه بالمضرب بتاع البيض زي ما شايفين الغوام بقى أتقل وبقى زي مطاط كده. ده لانه الويكة للناس اللي ما بيعرفوها يعني اللي هي البامية الناشفة وتتحسحن بعد ذاك يعني بامية ناشفة مسحونة نقول على ويكا نحن في السودان يعني في بلدنا. طيب ده هنا خلاص تقريبا انا اوطي هقفل عليه وعلى كده انا خليته شوية كده ده لغاية ما البامية دي لغاية ما الويكا دي يعني نقدر خلاص انا ما محتاج حاجة. بعد ده بس هبدأ إني أعمل العصير يعني إن شاء الله. دي طيب أنا هعمل العصيدة هسي. أخذت موية حارة بتغلي من الكتل وأخذت فيها ملح، هضيف لها الدقيق بالتدريج لغاية ما وأصوته كده أو أقلبها بال تحت المضرب بتاع البيض إن شاء الله. زي ما شايفين هنا ده أنا بعمل في العصيدة، نحن بنحبها العصيدة تكون قوية يعني. طيب جوبت التقديم الآن. دي العصيدة بالملاح بتاع النعمية ودي صدور جداد ببيض ودي البلح طبعا ودي دي عيشة ألمانية بياكلوها الألمان في الصباح مع القهوة كده يعني حلو شديد يعني، جربوها الناس اللي قاعدين في يوكي بالذات في ليديل طبعا. وده العيش بتاعنا كل يوم بنفطر بيه يعني. طيب في الختام أتمنى لكم كل سعادة وهنا وراحة بال، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.